أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. القرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين. إلهيم پروردگارا اوقلغان قرآن كريم قلينغان ختم صغير نوزين درگاهينغا قبول ايلگين. بلادن حاصل بولغان سواب و سمراتلردن اولا جناب پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من روح پاکلارگه او ذات من آل بيت اصحاب كرام تابعين تبع تابعين yurtimizdan o'tgan barcha azizlarimiz, xususan hozirgi onlarda duoga qo'l ko'tarib turgan barcha azizlarimizdan duoda umidvor bo'lib yotgan ota avlodlarimiz, ona avlodlarimiz, o'tib ketgan xeyish aqrabolarimiz, o'tib ketgan mehribon ota-onalarimiz ruhi poklarini bahramand aylab, o'tganlarimiz ruhlarini shod, oxiratlarini o'zing obod aylagin. O'qilgan Qur'oni Karimning fayzi barakotidan Parvardigoro barchalarimizni o'zing Qur'oni Karim hidoyatiga boshlagin. Barchalarimizni o'zing Parvardigorim
dillarimizga yaxshi niyatlarimizga muvaffaq aylab, dunyo va oxirat saodatini taqdiri nasib aylagin. Parvardigora o'qilinadigan mavludi sharifni ham dargohingga qabul aylab, payg'ambar alayhisolatu vassalomning muborak sifatlari, xulqi odoblari va payg'ambar alayhisolatu vassalomning oxirat kunida shafoatlaridan barchalarimizni o'zing taqdiri nasib aylagin. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائوة أنية ممتطعا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطاء وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، فأقول هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمر ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حمام ابن كلاب، واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنصب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس
وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضار بن نذار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشار وابا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية وإلى الزبيه إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد صودد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا الصفاه فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه صراط سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه
وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله كلها عليك ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء
مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهي پروردگارا اقلیان قرآن کرم خلینگان ختم الصغير اقلیان مولود و شرف جمعه عبادتلرنی اوزین درگاهینگه حسن مقبول ایلگین بلدن حاصل بولگن ثواب و ثمراتلردن اولا جناب پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روح پاکلرگه او ذاتنین آل بیت اصحاب کرام تابعین تبع تابعین یورتمزدن اتکن برچه عزیز اجدادلرمز الخصوص پروردگارا بگونلیک فضیلتلیک ایام سید الایام جمعه کنده بو جماعتمزدن دعا دا امیدوار بولو یادکن اتمشلیگی اتکن اولاد اجدادلرمز اتب کتکن مهربان آتا آنالرمزنین روحو پاکلرن بحرمن دیلب اتکنلرمز روحون شاد آخرتن ازین آباد ایلگن o'qilgan Qur'oni Karimning fayzi barakotidan Parvardigorim barchalarimizni o'zing Qur'oni Karim hidoyatiga boshlagin. Barchalarimizni uzoq yaqindan bosib kelayotgan qadamlarimizga muzoaf muzoaf ajru hasanotlarni o'zing ato aylagin. Parvardigora Rasuli muhtaram payg'ambar alayhisolatu vassalomning va'dalari bor. Kimda kim menga bitta salovat aytsa Allohning 10 ta salomi bo'ladi, 10 ta rahmati nozil bo'ladi o'sha ummatimga degan va'daga muvofiq. Barchalarimiz ummatlik sadoqati, ummatlik burchimizni ado qilib Rasuli muhtaram payg'ambar alayhisolatu vassalomga ixlos bilan xolos niyat bilan durud va salovatlarni ko'paytiryapmiz, durud va salovatlarni aytyapmiz. Parvardigorim aytilayotgan salovatlarni o'zing dargohingga qabul aylagin. Va Parvardigora oxirat kunida barchalarimizga Parvardigorim Rasuli muhtaram payg'ambar alayhisolatu vassalomning shafoatlaridan o'zing barchalarimizni taqdiri nasib aylagin. Allohumma ya robbana waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda waj'al akhiratana khayran minal ula wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi robbil alamin. Parvardigora o'zingdan iltijo qilamiz. Jannat makon yurtimizni tinch, xalqimizni farovon, dinimizni ravnaqini bundan ham ziyoda aylagin. Bugun bashariyatga, insoniyatga, yurtimizga sinov bo'lib turgan vabo illatlarni Parvardigorim tez kunlarda xalqimizdan o'zing boshidan ko'targin. Bu illatlarni Parvardigorim butun bashariyatni,
butun mu'min musulmonlarning boshidan o'zing ko'targin. Parvardigora bemorlarimizni dardiga shifo bergin. Mushkuloti borlarning mushkullarini o'zing oson aylagin. Farzand talablarga solih va soliha farzandlarni o'zing xazinai g'aybiyani taqdiru nasib aylagin. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا